اعرف بالله انا جالسه معاه مري يا صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ شخباركم؟ وحشتوني مرة وحشتوني، وأدري أنه أنا إنسانة بس أقطع أقطع أقطع، ولكن مع الأيام حتعرفوا ليش. يعني كل مرة أقول لكم أنه حرجع وزي كذا، بس فعليا دحين مع الأيام حتعرفوا ليش. خلاص صراحة الفترة اللي فاتت ما كنت حابة أني أقول الأسباب، ولكن حاليا حتعرفوا الأسباب، يعني مع الأيام حتفهموا. تخيلوا صحيت الصباح نكت غرفة النوم كاملة على أساس أنظفها، وكمان هنا غرفة البنات متغير عليكم صح؟ شوف كيف شكلها. طبعا أسرة البنات لو تفتكروا كانت هنا، هنا سرير لين وهنا سرير لاتين، وهذا كان مكانه زي ما هو. لما صحيت الصباح لقيتهم جالسين يشتكوا من المكيف، المكيف مرة حار، وأمس يعني ما عرفوا يناموا زي كذا. فلما جيت لقيت المكيف خربان، مش خربان إنه ما يشتغل، يشتغل بس دفع الهواء. تخيلوا لين هنا، لين هنا تقريبا دفع الهواء، ما يجيهم هوا. فلين خصوصا لما كانت هنا مرة مسكينة، كانت مرة حرانة أمس. فجت في بالي فكرة إنه أجيب الأسرة جنب بعض بهذا الشكل اللي أنتوا شايفينه، عشان المكيف يجيهم هم الاثنين، يعني هنا حيجي المكيف للبنتين الاثنين، وهذا الترتيب بشكل مؤقت لحد ما انصلح المكيف. بس هذا الشيء اللي كان في بالي، تمام؟ وأنا جالسة أسوي في الغرفة، طبعا الغرفة ما نظفتها ولا أي حاجة، بس إنه كنت جالسة أختبر الموضوع. جبت الأسرة هنا وزي كذا عشان أختبر أشوف كيف، وصراحة إن الشكل ناسبني، يعني ما حسيت إنه سيء، كويسة برضو الغرفة. هو الترتيب الأول كان أحلى بس برضو كويسة. وأنا جالسة أشتغل، جاء دحمي وفاجأني وقال لي غدا لا تتعبي نفسك، لأنه إحنا ما حنجلس في هذا البيت، حننقل. وتخيلوا النقل خلال أسبوع، جالس يقول لي حاولي على قد ما تقدر إنه إحنا ننقل خلال أسبوع عشان المدارس الأسبوع الجاي، يعني الأسبوع اللي بعده خلاص نرتب نفسنا في البيت الجديد عشان المدارس. هذا بيتنا ملكنا، ولكن في له كثير مشاكل، وفي له كثير اشياء ما احنا قادرين نتاقلم معاها. مش مشاكل شخصيه، يعني مو مشاكل مع ناس او مع اهل زوجي وزي كذا، لا، كلنا حننقل، ام زوجي والكل كل حننقل، من العماره العماره حتصير فاضيه. للاسف حنخسر كل حاجه، بما انه احنا حننقل، احنا حاطين كل فلوسنا في هذا البيت، وطالما احنا حننقل لبيت ايجار فاحنا فعليا كذا حنعتبر خسرانين، خسرنا كل حاجة. بس أنا دائما أقول إن شاء الله ربي يعوضنا بالأفضل. وبس والله حبايبي، حبيت أنا الترتيب، احتمال في الشقة الجديدة أرتب غرفتهم نفس كذا، أحس مرة حلو. ودحين حصور لكم غرفة النوم. تخيلوا صحيت الصباح ما كان في بالي موضوع النقل، صحيت الصباح جلسة أغسل الفرشات حقت غرفة النوم وأضبط، دحين أوريكم. وهنا سويت لي قهوة، كنت مروقة صراحة. شوف هذه الأكواب أخذتها من طيف الهرم، تيجي ستة مع بعض. شوف هذه حقتي، هذا كوبي وكوب لاتين اللي في النص، وهذا كوب لين، وحمودي عنده كمان كوبين هناك. المهم ان هي تيجي ستة اكواب ب 11 ريال. فدحين حجلس اشرب قهوتي وبعدين نبدأ رحلة النقل. بس اليوم ما حنسوي شيء، اليوم حخلص من غرفة النوم غسيلها وترتيبها وزي كذا، وبعدين مواعدة خالتي حنخرج، وكمان العصر حروح انا ودحمي نشوف الشقق، فكل هذا حتكونوا معانا. Let's go. ترى شوف كيف غرفة النوم. طبعا اول ما صحيت الصباح كذا على طول جاب بالي اني اقوم انظف غرفة النوم. اكمل، لسه ما كنست الارضية زي ما شايفين، الارضية لسه وسخة، فحكنس الارض وامسحها وابدأ ارجع كل شيء مكانه، واستنى الملاحف والاشياء تنشف وبعدين ارجعها. فخلونا نكنس كل حاجة وبعدين ارجع لكم.
شوفوا تقريبا خلصت، يعتبر هنا الكنبة كاملة فكيتها وغسلتها، وجلست استنى حقتها التلبيسات تنشف عشان البسها، وكمان نفس الشيء السرير استنى المفرش حقه، نص المفرش هنا خلاص نشف ونصه لسه باقي، فقلت خلاص مرة واحدة يعني كلهم بعد ما ينشفوا اكويهم، حتى لو تسمعوا صوت الغسالة لسه باقي دفعات من هذا، لان غسلت كل شيء حرفيا، فلسه باقي دفعات في الغسالة وبس. والله حاليا يعتبر خلصت، ما باقي الا الاشياء تنشف وبعدين اكويها واحطها. فالان باخذ استراحة محارب، احس اني على قول هذيك البنت الصغيرة متت من الجوع، مرة جعانة، فحنزل اسوي لي اي حاجة خفيفة كذا اكلها، وبعد ما تنشف الاشياء اركبها واوريكم الشكل النهائي للغرفة. ترى وهذا الغداء حقي المتواضع، سويت لي بس مكرونة سادة بدون ولا دجاج ولا اي حاجة، بس بالبينك صوص، وسويت شوية سلطة مع عصير. حتغدى اليوم لوحدي لانه دحمي في الدوام، وحمود ولتين ولين عند ماما. سوني كده ليه بابي؟ My jewelry? No way. ايه الجونري ده يا سي عبدال؟ الكلى. فجأة جاتني فكرة مجنونة انه انا اغسل سجادة غرفة النوم بنفسي. شوف رشيت هنا شوية موية على هذه البقعة، طيب حرش على كل السجادة موية. طبعا ايش هغسلها بنفسي في المطبخ، لانه شوفوا ما شاء الله تبارك الله سجادة غرفة النوم مرة كبيرة، فان شاء الله اني ما اندم، بس هحاول على قد ما اقدر ان انظفها. هي ما فيها حاجة الا هذه البقعة اللي هنا، فحطيت عليها موية، حط عليها كمان فانيش، وحسيبها شوية. الحين حبلل كل السجادة بالموية وحسيبها شوية كذا، يعني عشان لو فيها بقع اي حاجة تتنقع شوية في الموية، وبعدين ابدأ اغسلها. شوفوا خلاص انا دعكتها، باقي بس امسح اللي انا كنت مفكرته ان هي نظيفة تمام، لكن احوريكم ايش طلع منها. شوفوا كيف لون الموية، شوفوا هنا شايفين كيف، معلش هو لمبة المطبخ خربانة. المهم شوفوا هذا كل الوساخة اللي خرجت منها، فدحين ابغى امسحها بالمساحة، وبعدين حرش كمان موية وارجع امسح وارش موية اخر شيء وامسح. خلاص الحمد لله خلصت من غسيل الجلالة، حاليا ابغى اغسل الغسيل، مو الغسيل اللي هو الفرشات حقت غرفة النوم، اغسل الفرشات حقت الكنبة البيضاء. شوفوا كيف، لو اوريكم البقع اللي فيها دقيقة، شوفوا شايفين هاد بقعة قهوة وهنا بقعة شوكولاتة، فقلت كلها ابغاها تتغسل. خلاص كذا شوف هنا بيت، شوفوا هذه الشقة هنا أول غرفة، أتوقع إنه هذا حتكون غرفة النوم لأنه معاها الحمام، وهنا في غرفة ثانية، هذه الصالة تحملت باين، هنا في حمام، مطبخ، هنا غرفة كمان. وفيها سطح، أحلى حاجة إنه فيها سطح، مرة عاجبني. شوفوا نفس، شوفوا مرة مبسوطة إنه معاها سطح، سطحين، إحنا لو أخذنا الشقة الثانية هنا حيكون سطح ثاني. هذه الشقة الثانية طيب، وتقريبا 60% حنعتمدها، بس ما قدرت أصور لكم هي جوا لأنه في أغراض لصاحب البيت يعني عشان خصوصيته وكذا، ما حبيت أنا أصورها، بس مع ذلك حنروح دحين كمان ونشوف كم شقة زيادة، راح أصور لكم هي على التيك توك إن شاء الله، وبعد كذا حرجع البيت أخلص شغل غرفة النوم، بعدين حروح مع خالتي في الليل، فعشان مستعجلة بقية الشقق إن شاء الله اللي حابة تشوفها هتلاقيها على تيك توك.
وهذه الشقة لو اعتمدناها تمام خلاص اوكي حصور لكم هي بكرة او بعده بإذن الله. رجعت البيت ورجعنا للواقع المر، هذه كمان غسلتها خلاص وصارت جاهزة. أبشتري بس من شيئين حقت النمش، عرفتوها؟ عشان شوفوا مهما غسلها، دقيقة شوفوا مهما غسلها يبقى فيها شوية نمش، فهشتري اللي تشيل النمش من شيئين وحترجع جديدة. وهنا عندنا الدفعة الأخيرة حقت الكوشنز. الله الريحة، والله العظيم يا بنات لو تشموا الريحة جنينك، ريحة نظافة عشان غسلتها بالمعطر حق الملابس، الريحة في كل الغرفة. طيب فحجلس أرتب التلبيسات، حلبس كل هذه الأشياء في حقتها البيوت وبعدين أرجع لك. سيارتي للأسف وسخة على أساس إنه أغسلها بس ما كفاني الوقت، بس صراحة يعتبر إنجاز اليوم اللي سويته. شوفوا هذه خذتها من شيء مرة حلوة، إن شاء الله حطلب زيها. شوفوا زي حق الكوريين، خذي خذي بالله خذي واحد. في نكهات؟ هذا إيه؟ لا هذا ليمون، وهذا توت، هذا توت، وهذا فراولة، هذا بطيخ. بطيخ صراحة يلا تصير. أخذتي بطيخ؟ خذي كودري. حتى خالتي نفس سيارتي حمراء، بس برضه يخاف اخاف والله حسك متنام من صدق. يا بنات شوفوا كيف وسط البحر، بس في الصباح مرة حلو هنا. معلش هذه؟ ايوه صباح لو سمحت حتصوري الفلاشي الجميل. استني غيدات مره احنا بس يلا بالهم هنجيب شوش الرسمه كيف؟ يلا هدي يلا على حاجه مو باين التصوير من عندي. صوري شو طقوس تصويرية. هاي الصبر جميل وهو بكرة تشوف ويجيلك يوم الوقت. طيب يعني ما هي سيئة مرة بس يعني المفروض يجي افضل من كذا. سيء صفر. لا 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 اتوقع انه يجي افضل منهم ان شاء الله اذا تطوروا. انا هذا مشروب حقي سيء. كودريد مع علك مره سيء، لا تطلبوا. شوفوا ما بقي الا نحن وهذول اللي خارجين فقط. يلا بيتك وجينا نتعشى هنا في سور لاونج في طايف مول.
طبعا لانه الساعه 3 ما في ولا احد الا نحن. بس كويس مره هادي وحلو. اخذنا جلسه برا. تجمعوا احسه قاعد يمشي يدي علينا. جننا كل شوي نغير طاوله. رجعي نجرب مكان خل بدر. انا احس محبين طلع. Thank you. طبعا ما خرجنا الين طفوا الانوار. ما عاد بقي الا نحن وصوت صرصار الليل. وهناك في رجالين كمان جالسين. وبس والله نقفل المطعم معاهم. المهم المطعم مره يجنن. تعامل الواحد اسمه رجب تعامله مره مره يجنن ما شاء الله تبارك الله. اذن الفجر رجعنا جلسنا مره ثانيه هنشرب قهوه. تعلم تسوي فلوقات هنا. ايه تنقب تسوي حسابك عام من جد. والله ودي بس مدري ليه بالشكل البانكيك ما يهيئ. ما عليك ما عليك الا 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 طب ما حط شو؟ الا الا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا حلوين دبي وصلت البيت. شوفوا الجلالة كيف ما شاء الله مرة نظيفة. كل البقع راحت منها. شوف في جرادة هنا. المهم نشرناها هنا في الشمس عشان تنشف مرة مزبوط. بس أنا مرة مبسوطة بالنتيجة. طبعا أنا سويت لوحدي عشان كي أنا مبسوطة. شوف كيف ما شاء الله. يلا حدخل مرة حر بعدين ما يجي دحمي دخلها. طيب يا حلوين هنا جهزت لي 2 موية عشان ايه قلت حتى لو عطشت او شيء خلاص الموية تكون جنبي ما ابغى اصحى ابدا من غير شر. بس اهم حاجة قبل ما انام اتأكد انه اشحن جوالي مشحون فل. خلاص طالما مشحون فل حخلي كده. وحلبس هذه هتجبت لي هي ماما ودحمي كل مرة يضحك عليها كل مرة يضحك عليها. بس هي ترى فعليا كده تعطيكم احساس بالراحة لانه طوها على عينكم كده تعطيكم مرة سواد سواد كده اللي عارفين اللي تدخلوا في النوم وتسترخوا. فحلبسها وحنام وان شاء الله باذن الله صور لكم فلوق بكرة. هنا نكون وصلنا نهاية فلوق اليوم. اشوفكم على خير في الفلوق الجاي ومع السلامة.